أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على البشر بنعم كثيرة وفضائل في أيام دون غيرها. من هذه الأيام الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، والتي منها يوم عرفة والذي انتهينا من صيامه منذ قليل، ويعتبر أيضا تكملة لأداء فرائض الحج والعيد معا. يسعدنا للحديث عن يوم عرفة وعن فضائل أيام عيد الأضحى المبارك أن يكون في معيتنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد حمودي ياسين، إمام وخطيب بأوقاف أسوان. كل عام وحضرتك بألف خير وعيد مبارك سعيد بإذن الله. إن شاء الله بخير جميعا إن شاء الله. فضيلة الشيخ، لو حبينا نتكلم في البداية على يعني عن فضل الأيام العشر من الأولى من شهر ذي الحجة، نقول فيها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الأيام، يكفينا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام عندما قال والفجر وليالي العشر. فعندما يقسم الله سبحانه وتعالى لابد أن نعلم تمام العلم أن هذه الأيام أيام طيبات من عند الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في دهر أيامكم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وكما نعلم أن هذه الأيام أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام، وفضل أيام العشر الأواخر من رمضان هي نزول القرآن فحسب، لكن أما هذه الأيام فهي ركن الإسلام الأعظم، وهي فيها الوقوف بعرفات، وركن الحج الأعظم عند الله سبحانه وتعالى في شعائر الإسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقسم فيقسم بعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقسم في هذه الأيام طيبات ومباركات لابد أن نعلم أن هناك هبة من عند الله سبحانه وتعالى، أن هناك شيء عظيم. يكفينا أن هذا اليوم الطيب المبارك وهذه الأيام الطيبات المباركات فيها عتق من النيران. يكفينا أنه يوم فيه مجاب للدعوات، وما منا لا أحد إلا وله مطلب عند الله سبحانه وتعالى. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا ما نحن فيه، وأن تتنزل علينا الرحمات والبركات من عند الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، دايما بيقال لنا يعني أنه بيستحب في هذه الأيام الإكثار من الدعاء، لماذا؟ نعم، الإكثار من الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال واذكروا الله في أيام معدودات، فالذكر مرتبط بالدعاء، مرتبط أيضا باستجابة الدعاء، وهذا مصداقا لما جاء في سنن الإمام أحمد عندما جاءه رجل قال له يا إمام عندما أراك ذاكرا، وعندما أراك تخلو في البيت أراك ذاكرا، وعندما أراك تخلو في مسجدك أراك ذاكرا، لما كل هذا؟ قال والله يا ابني الذكر مجاب للدعوة. قال له كيف هذا؟ قال الله دعوت الله سبحانه وتعالى بجميع الدعوات فاستجاب لي إلا دعوة واحدة. قال وما هي؟ قال أن أرى الإمام مالك والذي كان تلميذا للإمام أحمد، فجاء فقال والله ها هنا الإمام مالك قد أتى إليك مجرورا من قدمي بسببه كثرة الدعاء. وأيضا عندما نتذكر قول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز عن زكريا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله سبحانه فاستجبنا له. لماذا كان الاستجابة؟ لأنه كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فدائما ما نجد أن الذكر مقترن باستجابة الدعوة من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، نجد أن الدعاء ملتزم بالذكر. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. طيب، فكرة صيام يوم عرفة، يعني للصائم بشكل عام دعوة مستجابة من الله سبحانه وتعالى، فما بالنا يعني لو اجتمعت كل هذه الفضائل للصائم في ذات هذا اليوم. لماذا يستحب الصيام في هذا اليوم؟ يستحب الصيام في هذا اليوم لأن هذا اليوم فيه خير وبركات من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، تتنزل. فأفضل شيء أن عندما ترفع هذه الأعمال ترفع هذه الأعمال وأنت صائم. نعم، لأن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصيام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم أحدكم، يعني صيام فرض منينا ليس يكون بفرض وإنما يكون بسنة أو نافلة. فهذا اليوم
يبعد بيننا وبين نار جهنم 70,000 خريفا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إن دل يدل على الصيام في هذه الأيام أفضل من الصيام في غيرها، خصوصا أن هذه الأيام هي أيام سنة مؤكدة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على الإنسان أن يصوم هذه الأيام إن استطاع إليه سبيل. طيب إذا كنا يعني تحدثنا عن فضائل هذا اليوم وتحدثنا عن فضل صيامه أيضا، هل لهذا اليوم أدعية معينة ولا أي دعاء يستجاب؟ نعم. أيا كان يعني. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دعاء يوم عرفة ما جئت به أنا والنبيين من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه المصير. وأيضا لا نبخل على أنفسنا بالدعاء، اطلب من الله سبحانه وتعالى أي شيء، اطلب من الله سبحانه وتعالى كما قلت أولا ما من أحد على وجه الأرض إلا وله مسألة عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رحيم، الله سبحانه وتعالى ودود، الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت العبد ويقول يا رب يا رب هب لي كذا، يا رب اعطيني كذا. ولكن هناك أمور عديدة لكي يجعل الله سبحانه وتعالى مستجابا للدعوة. أول شيء أن تجعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الدعوتين، بمعنى قبل أن تبدأ الدعاء صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اثني على الله، ثم بعد ذلك قل الدعاء اللي انت عايز تقوله، واختم بالصلاة والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. طيب فضيلة الشيخ، النهاردة كان يوم عرفة، الحجاج وقفوا بجبل عرفات والمبيت هيكون بمزدلفة، وغدا إن شاء الله هو أول أيام عيد الأضحى أو هو يوم النحر أو يوم الحج الأعظم كما يقال عنه. ما المستحب فعله في هذه الليلة يعني ما بين هذا وذاك، ما المستحب فعله من قبل كل المسلمين يعني؟ يعني حضرتك أشرت ناس كثيرة غفلان عنها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هي يعني ليلة لها قدر عظيم. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الألباني والإمام أحمد في مسنده، وقال عنه حديث حسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة العيد إيمانا واحتسابا حفظ له قلبه يوم أن تموت القلوب، حفظ له قلبه يوم أن تموت القلوب. لأن ليلة العيد دي تجد الناس مشغولين، كل واحد في همه، كل واحد اللي وراء، أنا ناقصني واحد اثنين، أنا ناقصني كذا وكذا، تجد الستات في المنازل يعني في غفلة من أمرها بسبب ترتيب البيت، ترتيب الأمور التي هي في شأنها أولا. ولكن هي ليلة عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الأشياء أيضا من فضائل هذه الليلة التزام للذكر. لماذا؟ لأن العبد كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، إذا أنت عايز تشوف ربنا تقبل مني صيام يوم عرفة ده ولا ما تقبلش، ربنا تقبل مني الأيام اللي أنا كنت بصومها دي ولا ما تقبلش، من وفقه الله من طاعة إلى طاعة فاعلم تماما العلم أن الله سبحانه وتعالى قبل هذه الطاعات. ومن كان على طاعة ثم بعد ذلك انقلب والعياذ بالله إلى معصية لم يتقبله الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا جدد له الطاعات. ويسر له الطاعات. طيب قضيت هذه الليلة ثم تأتي صلاة العيد، صلاة العيد ما هي يعني؟ عايزين نتحدث عن سننها وما هو المستحب أيضا لهذه الصلاة. سنن صلاة العيد سنن كثيرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أهمها التطيب ولبس الثياب الجديدة إن وجد. التطيب ولبس الثياب الجديدة إن وجد. وكما ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نذهب إلى المسجد أو إلى ساحة التي سوف نصلي بها صلاة العيد يجب أن نذهب من طريق ونعود إلى طريق آخر. وهناك الكثير من المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طب ليه؟ الميزة لما أذهب من طريق وأعود إلى طريق آخر. الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وارضاه، وربما يكون البعض أول مرة يسمع لهذه الكلمات وهي موجودة في كتاب الإمام الحافظ ابن حجر، عندما قال وعندما سئل عن هذه لماذا أذهب من طريق وأعود من طريق، قال هناك عدة أمور. أول شيء بيكون في ملائكة في الطرقات في صلاة العيد، فبيمر على عدد أكبر من الملائكة. بالضبط. فهو بدل ما يشهد عليه طائفة يريد أن يشهد عليه طائفتين. الطريق ده في طائفة شهدت عليه والطريق ده في طائفة شهدت، فبالتالي يكون إيه في جمع عددا أكبر من الملائكة. بالزبط. يشهدون عليه. تمام. وقال أيضا أن الأرض تشهد على من يسير عليها في طرقات إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، فبرضو تشهد عليه أرضين بدل الأرض واحدة. من طريق إلى طريق آخر.
كذلك من سنن أو أهم السنن التي في العيد وفي صلاة العيد ويوم العيد وأيام التشريق هي التكبير والتحميد لله سبحانه وتعالى، كما ورد عن الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. للتكبير وللتحميد. والله العظيم يعني الواحد لما بيكبر الله سبحانه وتعالى بقلبه قبل بلسانه تعود عليه الرحمات والبركات من عند الله سبحانه وتعالى. ما من أحد يكبر الله ويهلل الله سبحانه وتعالى لازم بيلمس السكينة في قلبه، يلمس الفرحة في نفسه. لماذا؟ لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه والإمام ابن عباس: إذا قست القلوب فعليكم بذكر الله، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أردنا أن نلتمس هذه المشاعر علينا أولا أن نلتمس ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبات المباركات. فضيلة الشيخ، لما يقال الحج عرفة فده بيعني أنه عرفة دي يعني أهم مرحلة من مراحل الحج، وكذلك بيقال على يوم النحر أنه يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. لماذا وصف هذا اليوم بأنه يوم الحج الأكبر؟ وصف يوم الحج الأكبر لأن كما ذكرتي الحج عرفة، فهو يوم فرحة لأن الله سبحانه وتعالى قد أتم ووفق حجاج بيت الله الحرام لإتمام الركن الأعظم من الحج، فبالتالي هم فرحون. كمثل الحال في رمضان وفي عيد الفطر، عيد الفطر هو يوم عظيم. لماذا؟ لأن الصائمون يكونون في فرحة وفي سعادة من أمرهم لأن الله سبحانه وتعالى وفقهم لصيام هذا الشهر الطيب المبارك. فبالتالي كمثله في عيد الأضحى، أن الله سبحانه وتعالى وفق هؤلاء العباد وهؤلاء الحجاج لأداء فريضة الحج الأعظم وهي الوقوف بعرفة. فلذلك من هنا أوتي بهذا الاسم وهذا المسمى. ويوم النحر، ويوم النحر لأنه كما ورد عن لسان الله سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم: وفديناه بذبح عظيم. هذا مصداقا لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، عندما رأى الرؤيا وكان وصدق هذه الرؤيا هو وابنه إسماعيل، وهم لكي ينفذ هذه الرؤيا، وجاءه الأمر من عند الله سبحانه وتعالى قائلا: وفديناه بذبح عظيم. نعم. طيب لو حبينا بقى نتكلم عن الأضحية نفسها وعن سننها وعن أجرها. نعم. عند الله سبحانه. نعم. وتعالى أيضا التمس أمرا هاما، الأضحية. الأضحية لها سنن كسائر المقدمات إلى الله سبحانه وتعالى. أهم هذه الأشياء أن تكون الأضحية سليمة العين. يعني سليمة العين، شايفها سليمة. أما لو بداخلها أمر أو بداخلها مرض لم يرى فهذا هذا أمر آخر. طبعا نحن نأخذ بالعين المجردة. أولا أن تكون سليمة، ثانيا أن تكون بلغت السن، ثالثا أن تكون هذه الأضحية خالصة من مال المضحي. وأهم الأشياء أن نعلم تمام العلم، إن بعض الناس بيقع في هذا الخطأ. هناك أشياء اسمها مكروهات الأضحية، لابد أن نذكر بهذه المكروهات. أول شيء يعني تجد إنسان عندما يأتي بالجزار أو الشخص الذي يذبح له الأضحية يعطيه شيء من الأضحية. الله سبحانه وتعالى جعلت هذه الأضحية كاملة لله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله سبحانه وتعالى أبسط الأشياء. سبحان الله ثم ماذا قال: لن ينال الله لحومها ولا جلودها، الجلد اللي انت مستهون به ده. فالجلد اللي انت مستهون به ده الله سبحانه وتعالى تكلم عنه، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا جلودها. فتجد ان الناس بتدي أجر الجزار، بتدي له أجر الجزار لحم أو تدي له مثلا جلد. وسبحان الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر. نعم. في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عندما قال، قال الإمام علي: كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفه بإيه؟ أن أقف على أضحية. فقال: من الذي ذبح؟ فقال: فلان يا رسول الله. قال: هل أخذ منها شيء؟ قال: نعم، أعطيناه جلد. قال: لا، اعطيه مالا، وإن شئنا أعطيناه من عندنا لحما. نعم. يعني لو شايف أنه يستاهل أنا حدي له لحم. صحيح. لكن الأصل أن أنا أدي له مال. نعم. لأن بعض الناس تقع في هذا الشيء أن تدي له لحم. فأول شيء من المكروهات أن أنت ما تديش الجزار حاجة من الأضحية. نعم. إلا إذا كان هو في احتياج إليه. نعم.
كذلك من ضمن المكرهات في الأضحية أن نرى أن البهيمة أو الشيء المضحى به فيه مرض عين. يقول لك اذبح قبل ما يموت عم الشيخ. لا انت خلاص انت احنا بنقول ان تكون سليمة من العين. بالعين ايوه طبعا. انا عندما ارى انها بها شيء لا يبقى كده ايه لازم اوقف اضحيتي واحتسب ان الله سبحانه وتعالى سوف يرزقني الاجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. وما هو الاجر عند الله سبحانه وتعالى عن هذه الاضحية؟ الاجر من عند الله سبحانه وتعالى من هذه الاضحية ان امتثال انك بتمتثل لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتمتثل لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام كما ورد عن الله سبحانه وتعالى عندما قال وفديناه بذبح عظيم. فتكون الخير والبركات واليمن من عند الله سبحانه وتعالى حفاظا للذرية وحفاظا للمال وحفاظا للأولاد وحفاظا لآل البيت جميعا الذين هم ضحى رجل البيت عليهم جميعا. نعم. لو حبينا نعرف فضيلة الشيخ أعمال يوم النحر يعني المسلمون غدا إن شاء الله أو حجاج بيت الله الحرام هيعملوا إيه تحديدا بكرة؟ إيه الخطوات اللي هيعملوها في يوم النحر؟ تمام. أول شيء عندما يأدون صلاة العيد يقوم كل واحد منهم يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. يمتثل بأمر الله إزاي؟ ربنا قال في كتاب العزيز إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. هيأدون صلاة العيد ثم بعد ذلك ينحرون ثم بعد ذلك تأتي رمي الجمرات. نعم. طيب لماذا رمي الجمرات؟ وأيضا يعني حضرتك بتدينا طرف الكلام على أمور مهمة يعني مهمة وأيضا شكك فيها الكثير من الناس. نعم. الناس بتقول يعني أنهي مين فيهم قبل الثاني يعني. نعم. نعم يعني وفي ناس في كتب المستشرقين والأمور التي تظهر علينا في وسائل التواصل الاجتماعي يقولوا لك هندم حجر. طب ايه هنستفاد ايه؟ طب احنا بنمسك زلط وبنرميه ليه؟ هنستفاد ايه؟ هناك امور عده لابد ان يعني ينتبه اليها الانسان المسلم. انا عندما بدمي بحجر انا بدمي بحجر ليه؟ اول شيء امتثالا لما جاء به ابينا ابراهيم عليه السلام وامتثالا لما فعله حضره النبي صلى الله عليه وسلم. طب هي القصه ليه؟ هو ليه رمى؟ عندما امر ابراهيم عليه السلام بان يذبح ابنه. وعندما كان بمنى بالتحديد ظهر له إبليس اللعين ثلاث مرات فأخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يرمي بإبليس اللعين بالحصوات. وعندما يرمي كل رمي كان يكبر الله الله أكبر الله أكبر. فمن هنا أتى رمي الجمرات الثلاث. فعندما في كل لإزاحة الشياطين نعم. نحن معاشر المسلمين نعلم تمام علم هذا الكلام ولكن المشككين ما بيخشوش للإنسان العالم للإنسان العارف يخش للشباب الجيل الصغير اللي طالع لأن هم ما بيتكلموش في وسائل سهل التأثير عليهم لكن العالم عارف يرد يعني هيعرف يرد ومع ذلك معلش يعني أنا مش هجيب واحد مثلا يتكلم الكلام ده في التلفزيون فبالتالي بياخد إيه تواصل اجتماعي بياخد حاجات ما فيش عليها التأثيرات اللي هي غير مباشرة تمام يعني. نعم. فلذلك يجب على الإنسان المسلم أن يفقه أن يتفقه في الدين على قدر المستطاع على قدر الاستطاعة. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الثلاث مواضع لرمي الجمرات كما ظهر فيها إبليس اللعين لإبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب لو حبينا آخر سؤال عن الطواف وشروطه. الطواف وشروطه. نعم. أول شيء في الطواف وشروطه أن يكون الإنسان محرما. نعم. وأن يكون على طهارة. وأن يكون مستقبلا لبداية الطواف من على يمينه وأن يكون مسلما وأن يكون بالغا. نعم. كل هذه الشروط إذا توفرت في الإنسان المسلم العاقل البالغ المسلم وجب عليه الطواف عندما يرى الكعبة وعندما يقف أمام الكعبة المشرفة. نعم. كل عام حضرتك بخير وكل عام وكل مسلم الأرض بخير وحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله ربنا يتقبل منهم وإن شاء الله يكون عيد مبارك سعيد على الجميع. بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد حمود ياسين إمام وخطيب بأوقاف أسوان. بشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في نهاية حلقتنا النهاردة واسمحونا أن نختتم هذه الحلقة بهذا التقرير للزميلة إيمان حسن عن تكريم الأطباء بمحافظة الأقصر. ومرة تانية كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير.